تهانينا بطبيعة الحال الفريق الوداد البيضاوي، لأن الإنجاز تبارك الله بنتيجة صافية 2-0. تبعنا الماتش بواحد الأريحية وكنا فرحانين من الأول حتى الآخر. هذه بوحدها تكفي في الحقيقة، يعني المضمون والشكل ديال المباراة والتتويج ديال الرياضة المغربية بطبيعة الحال بعد ما كانت نهضة ديال بركان، وبعد ما تبارك الله يعني بلادنا وصلت لواحد المستوى عالي، وحتى الحضور ديال الهيئات الدولية باش يشوفوا القدرة التنظيمية ديال بلادنا، وكذلك أن النتائج والقدرة التنظيمية والفرحة ديال الشعب المغربي. والحمد لله، الحمد لله السياسة الواجهة ديال سيدنا الله ينصرو في هذا المجال عطات الأكل ديالها والثمار ديالها.